نلعب كرة القدم منذ أن كنا أطفالا. We have played football since we were children. نلعب كرة القدم منذ أن كنا أطفالا. I lived وإلى آخره. طبعا هاي الأمثلة تقرونها أنتم. هنا I have been to United States many times. I have been to. زرت أو لقد زرت الولايات المتحدة many times، مرات عديدة. مرات عديدة. يلا من يترجم لي رقم اثنين؟ تفضل خذ افتح. Yes, number two. ألو. ألو. معوني. طيب يس نعم. سامي has just finished this term paper. أنهى أو لقد أنهى سامي للتو بحثه. هاي ثانية ثالثة. I have known Sarah for 2 years. أعرف سارة منذ عامين. منذ عامين أعرف سارة منذ عامين. هاي رقم أربعة. خمسة. ماري hasn't thrown any party since she came here. من يترجم لها الجملة؟ رقم خمسة. خلينا نشوف. رقم خمسة من يترجمها؟ يس نعم أحسنتي صحيح. We have taken 2 tests since the beginning of the semester. أجرينا اختبارين منذ بداية هذا الفصل أو منذ بداية الفصل. منذ بداية الفصل. سابعا. أحمد has never traveled by plane before. لم يسبق لأحمد السفر بالطائرة. بالطائرة. أحد عنده سؤال هنا؟ علي and جميلة have been married for 6 years month. For 6 months now. يلا شلون نترجم هاي؟ مضى لا انت بديت فاعل. نبدا فعل. مضى على زواج مضى على زواج. اليوم ايش فيكم نايمين؟ كم اليوم لا مشاركة لا شوي نايمين؟ شوية تفاعل. طيب راح نجي نترجم المضارع التام المستمر. زمن المضارع التام المستمر يترجم من خلال لا يزال أو ما زال. مثلا I have been playing basketball since 10 o'clock. لا أو ما زلت ألعب كرة السلة منذ الساعة العاشرة. منذ الساعة العاشرة يعني أترجم لا زال أو ما زالوا. They have been sitting here for 2 hours. لا يزالوا أو لم يزالوا أو ما زالوا يجلسون أو جالسين هنا منذ ساعتين. يعني كلهم صح. George has been working at the same store. ما زال جورج يعمل في نفس المتجر منذ عام 1989. خلينا نترجم هذا التمرين.
Children have been sleeping for 2 hours for last 2 hours. يلا لا يزال الأطفال نعم اكتبوا لي ملاحظة اكتبوا لي يمكن ملاحظة إذا جاء أي زمن مستمر إذا جاء أي زمن مستمر إذا جاء أي زمن مستمر فيمكن ترجمة الفعل فيمكن ترجمة الفعل بعض الأحيان على على وزن فاعل أو على 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 طريق على اسم على وزن فاعل يعني مثلا نائم نائمين نائمون كاتب زائج يعني عائد على وزن فاعل أو كتبوا له بين قوسين شلون يعني في الماضي أي شيء ما له علاقة أي مستمر أي مستمر فمثلا the children أي زمن مستمر ما له علاقة the children have been sleeping for the last 2 hours لا يزال الأطفال نائمين نائم على وزن فاعل أحمد طبعا إخوان هاي الحالة مو دائما نستخدمها بحالات معينة يعني نستخدمها بحالات معينة واحدة اثنين ثلاثة طيب أحمد has been talking on the phone for 20 minutes يلا من يترجمها ما زال أحمد أو لا زال أحمد اثنينهم صح يتحدث عبر الهاتف منذ 20 دقيقة the baby has been crying for almost half an hour منذ قرابة نصف ساعة منذ قرابة نصف ساعة نعم طيب يعني ما شاء الله عليكم أحسكم ما شاء الله كلكم يعني تغير كلكم صرتوا تفهمون الترجمة ويعني مستواكم تغير يعني أشوف أنه صارت عندكم الجمل سهلة I have been trying to improve my French عفوا لازلت أحاول تحسين يصير أقول الفرنسية لا تحسين نعم لا يزال يحاول لا يحاول تطوير اللغة الفرنسية غلط لا يزال يحاول تطوير لا مو صحيح لا يزال من هو اللي لا يزال غيراني لا أزال لا I have been trying to improve my French لا أزال تحسين لغتي الإنجليزية الفرنسية تحسين أو لا زلت أحاول تحسين أي لا يزال لا يزال أي شيء على وزن يزال يعني هو أنا دا أحكي هندي يا أستاذ رقية يا أختي العزيزة ما أنا ذكرت زمن المستمر يترجم لا يزال أو ما يزال ما زلت ألعب كرة السلة منذ الساعة 10 وعلى هذا الحكي إحنا راح نمشي يعني هذا في لا زلت أحاول تحسين لغة الإنجليزية
يلا الرأى الخامسة. Huda has been sitting in the and waiting in the waiting room since 9 o'clock. شلون؟ تغني؟ تغني؟ مو احنا ذكرنا خلينا نترجم على وزن فاعل. لا تزال هدى جالسة في غرفة الانتظار منذ الساعة التاسعة. هاي مو احلى؟ احنا مو ذكرنا المستمر دائما، المستمر دائما نحاول بعض الاحيان نترجمه على وزن فاعل. اذا رهم السياق نقول له صح، ما رهم نقول له لا. It has been snowing since yesterday. شنو ترجمتها؟ لا تزال، لا تزال او لا يزال الثلج يتساقط منذ البارحة. هادي نعم مو هنا يعني هذا السياق عادي اثنينهم يرهمون. بس هي بس سؤال، هي من هو اللي يثلج؟ السماء تثلج؟ انا ما عندي معلومه صراحه. لا يزال الجو مثلجا. أو الطقس، لأن السماء تمطر لا تثلج، السماء هي اللي يعني تسقط الثلج. They have been studying hard since they entered university. لا يزالوا يدرسون بجد منذ دخولهم الجامعة أو منذ أن دخلوا الجامعة. يلا الأخيرة من يترجمها؟ The telephone has been يلا ringing for more than 20 minutes. منذ أكثر من دقيقتين. نعم. عندنا الـ past perfect، الماضي التام. طبعا الماضي التام طلابنا الأعزاء راح نترجمه من خلال كان قد، كان قد، كان my parents had already entered by the time I got home. كان والدي قد تناول طعامهما عندما وصلت إلى البيت. إذن دائما الماضي التام نترجمه كان قد، كان قد. واكتبوا له ملاحظة أيضا، كلمة by the time معناها عندما، هنا يعني بالترجمة نترجمها عندما، مو معناها في الوقت الذي، في الوقت الذي وصلت إلى، معناها عندما أحسن يعني. Until yesterday I had not heard about the explosion. حتى البارحة لم أكن قد سمعت عن الانفجار. حتى البارحة لم أكن قد سمعت عن الانفجار. كان المطر قد توقف. كان قد. طيب من يترجم لي we couldn't cross the river because the flood had already washed the bridge. لم نتمكن من عبور النهر لأن الفيضانات، أو لأن الفيضان، عفوا لأن الفيضان، قد جرف الجسر. جرف الجسر لأن الفيضان قد جرف الجسم. جرف أحسن من دم. طيب. The teacher had already given out the test paper when I walked into the room. كان المعلم قد أعطانا، قد وزع test papers، راح نترجمها نتائج الاختبار. نعم
قد وزع نتائج الاختبار وليس أوراق الاختبار. شنو يعني أوراق الاختبار؟ نتائج الاختبار. When I walked into the room، عندما الغرفة، عندما دخلت الصف، أو عندما كنت متجها إلى الصف. عندما كنت متجها إلى الصف. نعم صح. عندما كنت متجها walked into، متجها إلى الصف وليس الغرفة. شنو الغرفة؟ وين المدرس جاي في البيت يمك يوزع نتائج. نعم عنده سؤال؟ أصلا هي روم معناها قاعة، روم معناها قاعة، تجي بمعنى مكان، place، غرفة، قاعة، روم، قاعة عفوا، يعني قاعة صف. عندما كنت متجها إلى القاعة، إلى قاعة الصف أو إلى الصف. ينصح إيه؟ وين هذا؟ ما هذا ماضي تام. إحنا ده نحكي عن الباست بيرفكت يا ماضي تام، باست بيرفكت. أخذنا الماضي التام، المضارع التام. The host had already served dinner when George showed up. إيش راح نترجمها؟ Yes. أحسنت. عندما وصل أو عندما أتى. اثنين صح. هدى had already left when I called to ask for her. كانت هدى قد غادرت عندما اتصلت. اي عندما اتصلت لكي اسال عنها او حتى اسال عنها، لكي اسال عنها. حد كانت هدى قد غادرت الصف. غادرت كانت هدى قد غادرت عندما اتصلت لكي اسال عنها. لاسال عنها خير مصح. لاسال عنها. وينك مباشره؟ اوريدي معناها بسرعه. لا لا، بس كانت هدى قد غادرت. لا ما يحتاج خلاص. ما هي هنا كلمة already نستخدمها باللغة الإنجليزية مع أزمنة التام، بس مو شرط يكون لها معنى باللغة العربية. يعني هسه احنا مرات نقول I will، مثلا I will have been. I will have been. هسه ال will وال have وال been لهن معنى؟ ما لهن معنى بالعربي. ممكن، أو مثلا على سبيل المثال يعني بعض الأفعال المساعدة والكلمات نستخدمهن بالإنجليزي. أو مثلا هسه I am going to، I am going to study. الآن هنا لها معنى ما لها معنى، التو لها معنى، القوم ما لها معنى. فهنا مو كل شيء احنا نلقاه بالجملة لازم نترجمه موجود بالعربي. ما احنا ذكرنا هذا الحكي قبل، لا تترجم حرفيا، لا كل شيء تلقاه لازم تترجمه. مرات كلمات انت تحذفها لان ما يعني لان وجودها راح يسوي اختلاف بالمعنى، ومرات انت تضيف كلمات. يعني هسه مثلا على سبيل المثال سنوينج، احنا قلنا عندما يتساقط الثلج، احنا ما عندنا يتساقط الثلج، احنا ما عندنا، ما قلنا the snow was dropping، لا، بس احنا ذكرناها لان هذا سياق عربي. هنا وين هدا هاد already lived، ما يصير انا اجي اترجم وين هاد هاد اوريدي. عندما كانت هدى قد غادرت قد غادرت من قبلي، من اوريدي معناها مسبقا. خلينا نقول كانت هدى قد غادرت مسبقا
عندما اتصلت لكي اسال عنها او لاسال عنها مسبقا، قد غادرت مسبقا. اذا هي مغادره مسبقا فانت يعني اوكي هي مغادره رايحه اصلا، يعني انت عجزت تتصل عليه بعد. يعني الوضع هنا راح، المشكله الوضع راح يختلف، المعنى راح يختلف. يعني اذا اقول اذا انا اعرف بدا بانها مغادره من قبل، طيب انا ليش اتصلت به؟ اوريدي معناها مسبقا بالعربي، بس بالانجليزي مو معناها نفس المعنى. فما يصير احنا نجيب الترجمه حرفيه ونترجم، لازم نشوف. يعني احنا ذكرنا دائما اسال نفسك سؤال بالعربي، احنا نقول هيك بالعربي؟ لا احنا ما نقول، خلاص. عندنا اخر شيء الباست بيرفكت بروجريسيف، الماضي التام المستمر. طبعا هذا قليل استخدامه، حتى امثله بسيطه عليه. The police had been looking for the criminal for 3 months before they had arrested him. كانت الشرطه تبحث عن المجرم لمده 3 أشهر قبل ان تقوم باعتقاله. بس احفظوا لي امثله عليهم حتى شيء تذكرونه. وعندنا الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام. سيكون قد. My parents will have been gone to sleep by the time I get home. سوف يكون او سيكون والدي قد ذهبا للنوم عندما اصل الى البيت. بس هاي يقولون عليه الامثله، وحفظوهن هاي الامثله تحتاجونهن، يعني ضروري جدا. علي and هدى will have been married for 6 years next week. علي وهدى سيتزوجون، سيكون هذا الحرفية من نريد نترجمها، سيكون أو سوف يكون قد مضى على زواج علي وهدى 6 سنوات الأسبوع المقبل. طبعا هذا كله موجود بالنسبة للأزمنة.